بذكرة الاعتقال صدرت في حقي وسمعتها أمس العصر في وسائل الإعلام. وبعد استلامنا نسخة من مذكرة الاعتقال وجدناها من قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء البحسني. هو قائد المنطقة العسكرية الثانية وهو محافظ حضرموت. وأرسلت هذه البرقية مذكرة الاعتقال إلى قائد المحور وقائد اللواء 123 العميد عبد الله منصور. قائد المنطقة وقائد اللواء كلهم كل احترام والتقدير، ولكن أنا أدرك أن هذه التوجيهات من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، ونتعامل مع هذه المذكرة وكأن الأمور طبيعي بالنسبة لي. هذه المذكرة هم لا يستطيعوا اعتقالي أولا، وبعدين الضباط والقادة اليمنيين مدركين ما يجري، وبالتالي قضية أنه علي سالم يقوم باعتصامات لازم تعتقلوه، هذا الكلام غير مقبول لا عندي شخصيا ولا عند الشعب ولا حتى القادة العسكريين اليمنيين ولا حتى القيادة الشرعية. فهذه فقط هي يعني أمور بعتبرها أنا طبيعية تحصل هنا هناك تهديد. حتى لما نزل الغيطة تجيني معلومة أنه بيهجموك سعوديين الليل عليك أن ترحل، هذه أساليب يعني ما تنطلي علينا، وبالتالي لن تثنين عن أي دور في مواجهة الاحتلال وفي مواجهة الأطماع التوسعية، وأنه الأمور ستمشي بإذن الله على ما يرام وسنصعد من الاعتصامات والاحتجاجات. هل ترى أن أو هل تتوقع من الضباط اليمنيين أن يقوموا بتنفيذ هذه بتنفيذ هذا الأمر؟ وإذا بدأوا بالإجراءات في تنفيذ هذا الأمر كيف ستتعاملون مع الموضوع؟ أنا ما أظن أن بالنسبة للضباط اللي في اللواء 123 اللواء 137 لو عندنا نخبة مثل نخبة الشبوانية أو الحزام الأمني أو النخبة الحضرمية ممكن، لأن هذا تستخدم مباشرة وجندوها يجندوهم هم الإماراتيين والسعوديين لتنفيذ كل ما يريدوا أن يقوموا فيه من أجراءات احتلالية واستعمارية. لكن بالنسبة للجيش الوطني والجيش اليمني ما أظن أن أي ضابط أو أي فرد يقدم على هذا. كيف تفسرون هذه المذكرة أو هذا الأمر؟ ما الذي دفع السعوديون أو السعوديين لإصدار مثل هذه المذكرة؟ وأظن أنهم يعلمون جيدا أنهم لا يستطيعون إلقاء القبض على شخصية بمثل ثقلك. والله أنا شخصيا هم واهيين، أنا مش شخصية كبيرة أو شخصية يعني، أنا أعتبر نفسي مواطن مهري، مواطن يمني اللي الحق أن أدافع عن بلدي، وبالتالي هم يريدوا أسكات الأصوات. وهذه المذكرة هي مش موجهة لي بس، هي موجهة لكل شريف، كل حر يريد يدافع عن سيادته. كيف ترون وقع هذه المذكرة على القبائل أو المجتمع المهري عموما؟ والله اللي أنا متأكد كل تأكيد أي أجراء من هذا النوع ضد علي سالم أو ضد أي شخصية لن يلغى إلا الرفض والرد المناسب. هل استقبلتم تضامنات من مشايخ من وجهاء من جهات مهرية بعد المذكرة؟ فعلا نحن استقبلنا كثير من الرموز وكثير من الشخصيات من أبناء المحافظة، ووصلتنا أيضا رسائل من كثير من القيادات اليمنية وقيادات الشرعية ترفض هذا الإجراء بالنسبة لعلي سالم وغيرها وفي كل محافظات الجنوب. كيف ستؤثر هذه المذكرة على مسار الاحتجاجات أو الحركة أو الحراك الشعبي الرافض للتواجد السعودي في المهر؟ هو بالعكس، هذا لن تأثر عليه بل ستزيدها يعني استمرارية وتزيد قوة ومعنوية. وبالحقيقة هذه كشفت أشياء كثير من المواطنين في المهرة ما كانوا مدركين أو مطلعين. فمهرجان شحر وإيجاد العلامات على الأرض وتصويرها، كل كثير من الساسة وكثير من المواطنين كانوا يكذبون هذه، يقولوا مش معقول أن السعودية
تريد تعيد الشرعية تجي تنفذ مشاريعها. فالآن كل شيء ظهر، وبالتالي بالحقيقة هنا هذا أزعجهم، وأصبح الرأي العام اليمني كله والعالمي أيضا أنه يفهم أنه هناك في أطماع، وبالتأكيد هناك بتكون متابعات، وبتكون أنا أظن أنه بتكون أشياء في المستقبل، وأن الشرعية كثير من القادة في الشرعية من الوزراء من القادة العسكريين، بالتأكيد هناك سيكون ردة فعل مش طبيعية بالنسبة للتحالف. إلى الآن لم تصدر أي ردة فعل من قبل الشرعية، أنت كنت وكيل محافظة وأيضا ضابط في الجيش، لماذا لم يصدر أي ردة فعل من الشرعية والحكومة الشرعية؟ أنا بالنسبة لي شخصيا مطلع على الوضع كله، وأقدر أن الوضع اللي في الشرعية، وبالتالي أنا لا ألومهم بالنسبة لي شخصيا، لكن ألومهم عندما تمس السيادة بطريقة يعني حقيرة بهذا الشكل السكوت. وأنا أطالبهم بأن يراجعوا الأشقاء في المملكة، وأن يأخذوا الأمر بمحمل الجد قبل فوات الأوان. هل هناك خطوات تصعيدية قادمة، أو إلى أين ستتجه إلى أين ستتجه هذا الحراك الشعبي الرافض للتواجد السعودي؟ بالنسبة لنا في محافظة المهرة رسمنا خارطة الطريق. خارطة الطريق هذه تسير نحو الدفاع عن السيادة، وبالتالي هناك فيه لجنة للمعتصمين اختيرت من الميدان، نحن نحترم هذه اللجنة وأنا عضو فيها، ولا نتخذ أي قرارات دون يعني خارج عن هذه اللجنة. وبالتأكيد هناك بالأمس أصدرت بيان قوي، وهم يعني مجتمعين على مدار الساعة، وأنا واثق أن الإجراءات اللي بتتخذ ستتخذ وفق معطيات جديدة على الأرض، وستتخذ قرارات تصعيدية وقرارات أكثر وضوح للتعامل مع القوات المتواجدة في المهرة ومع المشاريع التي تريد السعودي تنفيذها بعيدا عن الأهداف اللي أعطت لها من الأمم المتحدة ومن الشرعية. هل هناك شيء تريدون إضافته في هذا اللقاء؟ بالحقيقة أنا أدعو كل المعتصمين من المهرة، وأدعو كل الجالسين في البيوت أن يلتحقوا بالمعتصمين، وأدعو كل القادة العسكريين والسياسيين أن يقوموا بدورهم الوطني